كتضيف دوقنا بديو وزي كان متصم. عليكم السلام ورحمة الله الإخوان، مرحبا بالجميع. النور، مرحبا أخويا مصطفى، مرحبا تحياتي، مساء الخير أخويا. مبروك الرجاء، مبروك اختي 37 مزيان. صاحبي الناس ما كاين حتى مشكل، مرحبا، الف مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله اخويا، مرحبا الاخوان. اذا مرحبا الخوت. الاخوان بارطاجيو هذا اللايف. اذا الخوت بارطاجيو هذا اللايف، هذا بارطاجيو لينا هذا اللايف، ما كاين حتى مشكل، مرحبا بالجميع. اذا بارطاجيو، اي واحد عنده الله يحفظك يا اخويا حميد، شكرا بزاف. اي واحد الاخوان عنده اي جروب ديال فعل واحد شويه الاخوان، بنا نوصلوا لاكبر عدد ممكن ديال الناس، لان كاين كما كنقول دائما كاين بزاف ديال الناس محتاجين لهاد الامور، يعني ما كيلقاوهمش الصراحه في المؤسسات وكذا وكذا. اذا اللهم حنا نتعاونوا كلنا، اذا انا كنتعاون، نتوما كتعاونوا، وتمضي الايام. اذا بارطاجيو الاخوان، الله يجازيكم بالخير، بارطاجيو، عاودوا بارطاجيو بارطاجيو. مرحبا الخوت، مرحبا خويا، مرحبا. مرحبا خويا فؤاد، مرحبا يا اخي، مرحبا الخوت. اذا الاخوان بارطاجيو. التصويره فقط الاخوان، راه غير شي واحد صنع لينا داك الشيء، علاش دابا غتبان لكم الصوره اش دي ايكغيك نف. يلا بدينا، يلا نقول بسم الله على بركه الله. اذا بارطاجيو الاخوان لايف، ياك الله يجزيكم بالخير. اذا الاخوان، قبل ما نبداو، شوفوا الصوت والصوره، واش داكشي هو هذا، واش داكشي كي اشدي. غتكون واضحه غير شي واحد صونا، لان دائما ملي كيصوني ليك شي واحد كتمشي كتضبب الصوره واحد شويه. الا كانت الصوره حاليا مزيانه واضحه والصوت هو مزيان اليز، طبيعي 10 على 10، طبيعي لي 10 على 10 باش نبداو على بركه الله. اذا الا كانت الصوره والصوت اليز لا فاليز. خويا اسماعيل، مرحبا سي اسماعيل، استاذ اسماعيل. اذا مرحبا، مرحبا استاذ اسماعيل، اخبرت اخويا استاذي ابتسام الجرموني، مرحبا. مزيان. اذا الاخوان على بركه الله، غادي نبداو السلسله الرقم 9 من السيريات، السيري رقم 9 من السلسله ديال، او يعني السيريات ديال كود موحى. اذا غنبداو على بركه الله. اذا يمكن لي نتقدم في ملتقى الطرق باش نتبع السير القدام، نعمل الاجابه رقم 1 لا الاجابه رقم 2، باش نغير الاتجاه على اليمين نعمل الاجابه الرقم 3 لا الاجابه الرقم 4. كنتصور زيد احمد ياك. مزيان الاخوان، كنظن بان الامور زاز. اذا واش يمكن لي نتقدم في ملتقى الطرق باش نتبع السير القدام، نعمل الاجابه رقم 1 لا الاجابه الرقم 2، باش نغير الاتجاه على اليمين نعمل الاجابه رقم 3 لا الاجابه الرقم 4.
إذن يمكن لي نتقدم في ملتقى الطرق باش نتابع السيل قدام، نعم ولا لا؟ هنا الإخوان خاصني نقول لهم لا، مزيان باش نغير الاتجاه اليمين. هنا غنقول لهم نعم، الإجابة رقم 3. علاش جوج 3؟ لأن عندي هنا جوج حوايج، عندي ضوء أحمر وعندي واحد فلاش واحد السام بالخضر، مزيان. إذا شنو كيعني؟ كيعني بأن الناس اللي غيكملوا السير قدام خاصهم يوقفوا، اللي غيدوروا على اليمين بلا ما يوقفوا يدوزوا مباشرة. إذا يمكن لي نتقدم في ملتقى الطرق باش نتبع السير قدام، أنا نقول لهم لا، لأن عندي ضوء أحمر، ولكن باش نغير الاتجاه على اليمين راه نعم، لأن عندي فليش بالخضر. إذا الإجابة الصحيحة الرقم 2 و3. نمر للسؤال الموالي. إذا الإخوان اللي التحقوا بنا حاليا، بارطاجيو هذا اللايف الله يجزيكم بالخير. اللي عنده شي صديق ديالو كيدوز بيرمي إيطاكي حتى هو، إذا بارطاجيو الإخوان باش كما قلنا باش نوصلوا لأكبر عدد ممكن من الناس. إذا السؤال الموالي، واجب على واجب عليا نسمح بمرور السيارة الصفراء؟ نعم الإجابة رقم 1، لا الإجابة رقم 2. السيارة البيضاء؟ نعم 3، لا 4. إذا واجب عليا نسمح بمرور السيارة الصفراء؟ نعم 1 لا 2. السيارة البيضاء؟ نعم 3 لا 4. مزيان الإخوان، زيد زيد. 1 4، مزيان زيد. واحد 4 كذلك مزيان. اذا مشيو صحيح، واجب علينا نسمح بمرور السياره الصفراء؟ غنقول لهم نعم. علاش؟ لان السياره الصفراء كاينه في اليمين ديالي، مزيان. اما السياره البيضاء كنقول لهم لا، ها هي السياره البيضاء، هذه دايره السينيال بغات الدور، يعني غدوز من قدامي. دائما انا واللي قبلتي ملي كنبغي انا ندور لليسر خاصو هو يعطيني حق الاسبقيه، ملي كيبغي هو يدور على اليسر ديالو يدوز على اليمين ديالي خاصو يعطيني حق الاسبقيه. اذا ملي كنبغي انا ندور على اليسر خصني نعطي حق الاسبقيه، ملي كيبغي هو يدوز من قدامي حتى هو كذلك خاصو يعطيني حق الاسبقيه. اذا هنا السياره الصفراء راه كاينه في اليمين خصني نعطي حق الاسبقيه، ولكن السياره البيضاء لا، هي اللي خصها تعطيني حق الاسبقيه لان هي اللي غتدوز من قدامي. اذا الاجابه صحيحه الرقم 1 و4. أنا في مكان صالح للتوقف. نعم الإجابة رقم 1، لا الإجابة رقم 2. الإخوان بالنسبة لواحد القضية، إلا جاب الله سالات الكونيكسيون غادي نجربوا الواي فاي، ياك ما حاليا راه باقي 20 ديال الكونيكسيون تما. إلا جاب الله من هنا للجمعة، لأن نهار 18 يلا غيطلق لي الفورفي، ياك حاليا باقي واحد 12 يوم ولا شحال باقي. اذا نهار 18 يلا غيطلق لي هذا الفورفي، ياك. اذا الى جاب الله الاخوان مثلا هذا اللايف سالا هو هذاك راه مزيان، بالنسبه للايف اللي غيكون نهار الجمعه ان شاء الله الى جاب الله اتصلت لي الكونيكسيون غنجرب الواي فاي. الا كان الواي فاي مزيان راه غادي نكملوا، ما كانش راه غادي نحبس تيطلقوا لي، لان راه سالا لي الفرفة الاخوان وعاود شارجيت، ياك. اذا الا سالت هذا سميتو ما يعني ما غاديش، ما يمكنش لي باقي نشارجي، لان ما يمكنش لي ندير ذاك العرض ديال 30 درهم لان داير واحد الفورفي، داك الشيء علاش. اذا غاب فقط من اجل التوضيح، انا في مكان صالح للتوقف. نعم 1 لا 2، انا غنقول لهم 2 لا، لان الا بغيت نتوقف انا هنا خص السيارة ديالي تكون في هذا البوزيسيون، هنا فين غتكون؟ خصها تكون هنا في هذه البلاصة. علاش؟ لأن الطريق كدوي وكتجيب، دائما الطريق اللي كدوي وكتجيب باش نتوقف أو نوقف خاصني نتوقف أو نوقف في اليمين ديالي، مزيان. إمتى غنوقف هكا وهكا؟ إلا كان الطريق غير كدي، إذا هذه كدوي وكتجيب. إذا هذه السيارة اللي قدامي هذه
راه البوزيسيون ديالها راه خطا، هذه واقفه بواحد الوضعيه خاطئه 100%. اذا بالنسبه لي حتى انا ما خصنيش نوقف بحالها، مزيان. اذا انا في مكان صالح للتوقف، الا الاجابه رقم 2. يمكن لي نتبع السير قدام، نعم واحد لا جوج، نغير الاتجاه اليمين، نعم ثلاثه لا اربعه. اذا واش يمكن لي نتبع السير قدام؟ نعم الاجابه رقم 1، الاجابه رقم 2. نغير الاتجاه اليمين، نعم الاجابه رقم 3، لا الاجابه الرقم 4. سير شباب، واحد ثلاثة مزيان، واحد ثلاثة مزيان، واحد ثلاثة أليز، واحد ثلاثة مزيانة. إذا برافو عليكم الخطرة، راكم غاديين مزيان، راكم غاديين على فاليز. إذا واش يمكن لي نتبع السير القدام؟ راه نعم، غنمشي القدام، نغير الاتجاه اليمين كذلك نعم، ما عندي حتى شي حاجة كتمنعني. النيشان القدام هكا ما عنديش شي مشكل، نغير الاتجاه اليمين كذلك ما عنديش شي مشكل، ما عنديش. هاد العلامة شنو كتعني؟ هادي كتقول لي بأن الطريق يعني ما كتخرجش، مسدودة، ولكن ماشي كتمنعني بأنني ما ندخلش ليها، غادي ندخل ليها، غير أنه مسدودة. مثلا كتكون واحد الزنقة على هاد الشكل هكا، وكتكون مسدودة من هنا. إذا ملي غندخل أنا الطوموبيلة ديالي، ملي غنبغي نرجع غندير الديميتور وغنرجع. مزيان. إذا الإجابة الصحيحة الرقم 1 و3. نمشيو للسؤال الموالي. هاد السيارة تجاوزتني، واش يمكن لي نشغل ضوء الطريق دابا؟ نعم الإجابة رقم 1، لا الإجابة رقم 2. إذا بارطاجيوها الإخوان. إذا هاد السيارة تجاوزتني، واش يمكن لي نشغل أضواء الطريق دابا؟ نعم 1، لا 2. مزيان. إذا باش نسربي واحد شوية باش ما نبقاوش نطاطلو. هاد السيارة تجاوزتني، هادي دوبلاتني، واش يمكن لي نشغل ضوء الطريق دابا؟ غنقول لهم لا الاجابه رقم 2. علاش؟ لان باقا كتبان، الا شعلت اضواء الطريق غادي نعميها من المرايات، اذا هاد السيخ غيتعمى، لان ضوء الطريق كما كنعرفوا راه مجهدين كيضويو على بعد 30 100 متر. اذا اضواء الطريق كيضويو على بعد 100 متر، اضواء التقابل هما اللي كيضويو على بعد 30 متر. مزيان. اذا هذا انا حاليا غادي باضواء التقابل. اذا قالوا لي هاد السياره تجاوزتني دوبلاتني، اذا كاينه قدامي، واش يمكن لي نشغل ضوء الطريق دابا؟ لا ما يمكنش ليا، لان غادي نعمي هاد السائق. اذا الاجابه رقم 2. العلامات الدائريه يمكن يكونوا علامات ديال المنع. الاجابه رقم 1، الاجبار، الاجابه رقم 2، الارشاد، الاجابه رقم 3، الخطر، الاجابه رقم 4. بالنسبه للقضيه ديال الاضاءه عندي مشكله اخوان، بالنسبه للقضيه ديال الاضاءه عندي مشكل، تنشوفوا تنقادوا شي اضاءه ان شاء الله. واحد جوج مزيان، واحد جوج مزيان، واحد جوج مزيان. إذا العلامات الدائرية يمكن يكونوا علامات ديال، عندنا أربعة الأشكال ديال العلامات الإخوان، أربعة الأشكال اللي عندنا، عندنا جوج دوائر. مزيان. إذا عقلوا لهادشي. إذا بالنسبة للعلامات عندنا أربعة الأشكال، عندنا جوج دوائر، وعندنا مربع أو مستطيل، وعندنا مثلث. الدائرة الأولى الإجبار، بالنسبة للإجبار كتكون كلها زرقاء. الدائرة الثانية المنع، بلا ما نهضرو على النهاية ديالهم، وهذا كنهضرو على الأساس، يعني المنع كتكون بالأحمر، دائرة بالأحمر. مربع أو مستطيل كتسمى الإرشاد، مثلث كتسمى الخطر أو التنبيه، يعني التنبيه بالخطر. مزيان. إذا جوج علامات اللي هما دائريين، المنع كتكون دائرة بالأحمر، والإجبار كتكون دائرة بالزرق. أما الإرشاد فكيكون على هذا الشكل مربع، الخطأ كيكون على شكل مثلث. أنا إذا باش نبينوا القضية
ها الارشاد مثلث. اما بالنسبه لهادو راه كيكونوا دوائر. اذا الاجابه الصحيحه الرقم 1 و 2. اذا مرحبا الاخوان، مرحبا، هذا هو الاهم. سائق السياره الزرقاء تقدم في ملتقى الطرق، اذا داز، واش يمكن ليا نتبعو بلا ما نوقف؟ نعم واحد لا جوج؟ اذا مبروك عليكم الاخوان، قال اللي نجح راه مبروك عليه. اذا سائق السياره الزرقاء تقدم في ملتقى الطرق، واش يمكن ليا نتبعو بلا ما نوقف؟ كنقول لهم لا، هو راه ماركا قف، هو راه جات لحدا ستوب وقف، تثبت العجلات عاد ديمارا وزاد. اذا انا ملي غنجي انا خصني نقوم بنفس العمليه، نوصل ملتقى الطرق، نوقف، نثبت العجلات ديالي، عاد ندير برومي عاوتاني ونزيد في حالتي. كاين اللي منو لي سيركل عندهم الاسبقيه، المهم خاصني نوقف حتى انا نماركي ستوب عاد نزيد. اذا الاجابه رقم 2. يمكن لي نغير الاتجاه لجهه اليسار؟ نعم واحد لا جوج. الجهه اليمين؟ نعم ثلاثه لا اربعه. اذا يمكن لي نغير الاتجاه لجهه اليسار؟ نعم واحد لا جوج. الجهه اليمين؟ نعم ثلاثه لا اربعه. اذا مشات صح، يمكن لي نغير الاتجاه لجهه اليسار؟ غنقول لهم نعم، ما عنديش حاجه اللي كتعنيني، غنمشي حتى لهنا وغندخل لهذا المسلك. هذا المسلك هذا كيتسمى مسلك هذا المسلك التخزين. اشنو هو مسلك التخزين؟ هو واحد المسلك كيكون في واحد الطريق، كيكون فيها مثلا دوبل فوا، دوبل فوا هكا ودوبل فوا ياك. اذا كيكون دوبل فوا، الناس اللي كيبغيو يدوروا على اليسار كيدخلوا لذاك المسلك التخزين، كيوقفوا فيه حتى كتخوض الطريق اللي كاينه قدامهم، ديك الساعه كيدوزوا مزيان. اذا هذا كيتسمى مسلك التخزين. اذا واش يمكن لي نغير الاتجاه اليسار؟ نعم ما عنديش مشكل. الجهه اليمين كذلك؟ نعم ما عنديش بروبليم، ما كاينش مشكل. اما بالنسبه لهذه العلامه دائما كنقولها، هذه ملي كنشوفها دايره بحال 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 وقيده بالنسبه لهذه، ولا بحال المسيطه بحال المطرقه بالنسبه لهذه، راه كتقول لي بان الزنقه ما كتخرج، يعني ديك الزنقه راه مسدوده، ممكن انني نمشي فيها ولكن ما كتخرج، ماشي ممنوعه. اذا واحد وثلاثه. السرعه محدوده في 8 كيلومتر في الساعه؟ نعم واحد لا جوج. واخا نحاول معك. اذا السرعه محدوده في 8 كيلومتر في الساعه؟ نعم واحد لا جوج. اذا مشات صح، السرعه محدوده في 8 كيلومتر في الساعه؟ غنقول لهم لا. علاش؟ لان في هذا الطريق السرعه محدوده في 100 كيلومتر في الساعه، لان انا خارج مدينه السرعه كتكون محدوده في 100 كيلومتر في الساعه وماشي 80. ننسوا الموالي، نسمح لهذه السياره بالمرور واحد، ندوز انا الاول جوج. مزيان، اذا نسمح لهذه السياره بالمرور ولا ندوز الاول؟ انا خاصني ندوز الاول. علاش؟ لان هذه السياره كاينه في لابيست، انا كاين في الكودرون، هي كاينه في لابيست، اذا هي اللي خاصها توقف هنا تندوز انا. اذا ندوز انا الاول. اجابه الرقم جوج. اول منعرج كتعلم به العلامه موجود على اليمين واحد، على اليسار جوج. اذا اول منعرج كتعلم به العلامه موجود على اليمين واحد، على اليسار جوج. مزيان، اذا اول منعرج كتعلم به العلامه راه موجود على اليمين، ياك؟ باش كنعرفوا هما الاخوان، عندك جوج حوايج، كنشوف هذا السهم هذا من هنا تالفوق، إلا كاين من جهتي اليمين، كنعرف بأن المنعرج الأول على اليمين والثاني على اليسار، إلا هذا السهم عاوتاني كان على هذا الشكل طالع للفوق، وكان هنا جهتي ديال اليسار، أول منعرج على اليسار والثاني على اليمين،
ياك ولا كنشوفوا هاد اللي كتشفين طايحه. الا جا الا جاب الله كانت طايحه الجيت يدي اليمنيه المنعرج الاول على اللي بنو ثاني على اليسار، الا كانت العكس المنعرج الاول على اليسار والثاني على اليمين. اذا كنشوف بان هنا طايحه جيت يدي اليمنيه، اذا المنعرج الاول على اليمين. اذا انا كنقول لكم هادشي شي حاجه اللي سهله، ما باش نقول لكم راه المنعرج الاول داير هكذا. اذا هكا غتشدوهم سالين. من الافضل نستعمل فران المحرك واحد، الفران الرئيسي جوج. اذا من الافضل نستعمل فران المحرك واحد، الفران الرئيسي جوج. اذا من الافضل نستعمل هنا فرامل المحرك. اشنو هو فران المحرك؟ الدوزيام. الدوزيام اللي كندير الدوزيام راه كتكال الطوموبيل ياك، كتكال كتنقص ونصها مزيان ياك. اوكي نعم. فرن الرئيسي هو فرن ديال الرجل، لان فرن ديال الرجل اللي غنشد غنبقى نشد ديما ديما الطوموبيل كتزلق، لان هنا راه كاين الثلج. اذا نستعمل من الافضل نستعمل فرامل المحرك. على بعد 4 كيلومتر غنوجد مكان للنزهه واحد، باحات الاستراحة جوج، مركز إيواء الشباب ثلاثة، مخيم أربعة. إذا على بعد 4 كيلومتر غنوجد مكان لنزهة واحد، باحات الاستراحة جوج، مركز إيواء الشباب ثلاثة، مخيم أربعة. شو الإجابة؟ إذا على بعد 4 كيلومتر غنوجد مكان نزهة؟ لا. باحات الاستراحة كذلك، لا. باحات الاستراحة كتكون واحد الشجرة بحال هذه، وكيكون واحد الكرسي هذا كيتسمى ملي كنشوف هاد الشجرة وهاد الدار على هاد الشكل، هذا كتسمى مركز إيواء الشباب. إذا هذه كتعني لنا مركز إيواء الشباب. إذا الإجابة الرقم ثلاثة، ثلاثة الإخوان، ماشي مكان نزهة. لأن شوف ملي كتكون دار وشجرة كتسمى مكان إيواء الشباب. مزيان. إذا الإجابة رقم ثلاثة. التدخين أثناء السياقة يمكن يقلل من التركيز، نعم واحد لا جوج، هذا سهل، هذا ندوز عليه فيت فيت. إذا التدخين أثناء السياقة يمكن يقلل من التركيز، أرى نعم، لأن ملي غادي تجي غادي تكمي وسط الطوموبيل غتكون ساهي مع الكارو والبريكا والحالة، إذا هذا غادي يمشي لك التركيز. النقص من السرعة في الحال، الإجابة رقم واحد. حتى عند حدبات الطريق، الإجابة رقم زوج. إذا واش نقص من السرعة في الحال؟ الإجابة رقم واحد. ولا حتى عند حدبات الطريق، الإجابة رقم زوج. هذا ماشي الإجابة. إذا نقص من السرعة في الحال، غنقول لهم نعم. علاش؟ لأن هذه ديال السرعة كتسمى علامة وضعية. ما معنى علامة وضعية؟ أن داك الشيء اللي فيها كنطبقو من العلامة ياك، هذه كتسمى علامة وضعية. مزيان. هادو كيتسموا علامات متقدمة، المثلثات كيتسموا علامات متقدمة. أشنا هي علامة متقدمة؟ مثلا هذه فيها وهدة أو حدبة في المثلث، بالنسبة لهادو وهدة أو حدبة ما غاديش نلقاهم حتى على بعد 150 متر، لأن أنا خارج المدينة. إذا ما غاديش نطبق في الحال، غير أنه خاصني نطبق نقص من السرعة في الحال. علاش؟ لأن كاين مثلث، ديما ملي كيكون مثلث خاصني نطبق من العلامة، نقص من السرعة، ماشي كنطبق داك الشيء اللي كاين في العلامة من العلامة. كنطبق فقط النقصان ديال السرعة من حدا العلامة، حتى عند حدبات الطريق لا. إذا بمجرد كنشوف أن هذا المثلث خاصني نطبق من العلامة. يمكن لي نتجاوز الحافلة من جهة اليمين؟ نعم واحد لا جوج. إذا مشي الإجابة، يمكن لي نتجاوز الحافلة من جهة اليمين؟ غنقول لهم لا، ما يمكنش، لأن التجاوز من جهة اليمين راه ممنوع. مزيان. إذا كنقول لهم لا، الإجابة الرقم جوج. إمتى غنتجاوزها في اليمين؟ إذا كانت شاعلة الصينية ديال اليسار بغات تخرج من الطريق، أما إذا ما كانتش راه ما غاديش نتجاوزها من اليمين نهائيا. إذا الإجابة رقم جوج. باقي يمكن ليا نغير الممر باش نغير الاتجاه اليسار، نعم واحد لا جوج.
اذا باقي يمكن ليا نغير الممر باش نغير اتجاه اليسار. نعم واحد لا جوج. اذا باقي يمكن ليا نغير الممر باش نغير الاتجاه اليسار. كنقول لهم لا، علاش؟ غنشوف المرايه هاد كونتروفيزور هادي هادي راه دزت على شي اسهم. هاد الاسهم كيكونوا ثلاثه، ها هو واحد الاول، الثاني كاين تحت الطوموبيل، الثالث راه فتو. مجرد كندوز على الاول وكنفوت الاول الا وخاصني ندير داكشي اللي كيقول لي السام. اذا هاد السام كيقول لي خصني نكمل الطريق للقدام. كون جاب الله بيت ندور اليسار كان ليا نكون هنا في هاد المساك. اذا باقي يمكن لي نغير الممر باش نغير الاتجاه. كنقول لهم لا، الاجابه رقم جوج. من هذا المركز اللي كتشير لي العلامه يمكن لي نتصل بالنجده واحد، بمول الكراج جوج. اذا من هذا المركز اللي كتشير لي العلامه يمكن لي نتصل بالنجده الاجابه رقم واحد، بمول الكراج اجابه رقم جوج. اذا من هذا المركز اللي كتشير لي العلامه يمكن لي نتصل بالنجده. كنقول لهم نعم، اما بمول الكراج اش بيت هنا ما يمكنش لي نتصل بمول الكراج. هنا فقط ندير على حساب النجده، يعني شي دي باناج. اذا الاجابه رقم واحد. نحاز اليسر نعم واحد لا جوج. اذا واش نكحز واحد شويه اليسر نعم واحد لا جوج. دم شو إجابة نحاز اليسر كنقول لهم نعم. علاش؟ لان كاين الشتاء، كاين هاد الناس كتمشاو هنا، اذا خصني نحاز واحد شويه اليسر، لان الا بقيت في هنا راه هاد الناس هادو غادي نرشهم، لان كاين الشتاء غادي نرشهم بالماء. اذا خصني نحاز واحد شويه باش ما نرش عليهم الماء. اذا نحاز شويه اليسر نعم، الاجابه رقم واحد. يمكن لي نغير الاتجاه اللي من نعم واحد لا جوج، اليسار نعم ثلاثة لا أربعة. إذا يمكن لي نغير الاتجاه اليمن نعم الإجابة رقم واحد لا الإجابة رقم جوج، اليسار نعم الإجابة رقم ثلاثة لا الإجابة رقم أربعة. إذا مشو الإجابة يمكن لي نغير الاتجاه اليمن، غنقول لهم لا، لأن اليمن راه ممنوع ننظر على اليمن. اليسار كذلك لا، علاش؟ لان عندي خط متصل، لان كيهضروا حاليا. اذا عندي خط متصل ممنوع لي نتخطى باش ندور على اليسار. بالنسبه لهنا باش ندور على اليمين عندي علامه كتمنع. اذا جوج أربعة، لا جوج أربعة، هذا اليسار حتى هو الاخوان راه ممنوع، لان راه عندي خط متصل ممنوع لي نتخطاه. ردوا البال الاجابات ديالكم. يمكن لي نتجاوز نعم واحد لا جوج. اذا يمكن لي نتجاوز نعم واحد لا جوج. نعم اذا يمكن لي نتجاوز. هذه ما دايرهاش السينيال باش دوبل. هاد السيارة اللي كتبان راه هي غدا ماشي جايه. الطريق قدامي خاويه، الخط متقطع، ما كاين حتى شي علامه اللي كتمنع. اذا يمكن لي نتجاوز راه نعم الاجابه الرقم واحد. شكون من هاد المؤشرات اللي كيعلن على نقصان زيت الفرامل؟ الرقم واحد الاجابه الرقم واحد، الرقم جوج الاجابه جوج، الرقم ثلاثه الاجابه رقم ثلاثه، الرقم اربعه الاجابه اربعه. اذا شكون من هاد المؤشرات اللي كيعلن على نقصان زيت الفرامل؟ الرقم واحد الاجابه واحد، الرقم جوج إجابة جوج، الرقم ثلاثة الإجابة ثلاثة، الرقم أربعة الإجابة أربعة. إذا الزيت ديال الفراميل ياك. إذا نمشيو الإجابة الإخوان، نبداو من واحد. واحد كيعلن على نقصان الزيت ديال المحرك، يعني الزيت ديال الموتور. هاد العلامة هادي، هادي كتعلم على لي بلاكيت، لي بلاكيت فيهم شي مشكل. هادي
البطارية الباتري جوج هذه هي اللي كتقول لنا، اما هذه عندها جوج حوايج، اما كتقول لنا نقصان في الزيت ديال الفراميل، ولا كتقول لي بان بالنسبه للفرنامن ما هابطش مزيان. اذا ملي كتطلع لي هذه العلامه في الطابلو الداخل ديال السياره عندها جوج حوايج، اما فرنامن ما هابطش مزيان، ولا عندي نقصان في الزيت ديال الفراميل. اذا الاجابه صحيحه الرقم 4. اذا الاجابه الرقم 4. يمكن لي نستمر في السير في هذا المسلك؟ نعم الاجابه رقم 1، لا الاجابه رقم 2. شو الاجابه؟ اذا يمكن لي نستمر في السير في هذا المسلك؟ نعم 1 لا 2. انا نقول لهم لا الاجابه رقم 2. علاش؟ لان هنا مكتوب بوس، يعني هاد البلاصه هذه ديال الطوبيس. اذا دائما ملي كنلقى طوب بوس مكتوبه راه ممنوع لي نتمشى فوق منها، ابار ما خلينا الوقوف والتوقف. اذا ممنوع ليا كاع نتمشى عليها، وممنوع الوقوف حتى التوقف. ربما يكون كان داك الزيكزاك بالصفر نمشي ندوز عليه نتمشى فوق منه، ولكن الوقوف والتوقف ممنوع. ولكن ملي كتكون مكتوبه بيوس راه ممنوع حتى ندوز عليها، ممنوع نتمشى عليها. اذا الاجابه الرقم 2. باش ندور في هذا المنعرج بامان، نبه بالمنبه الصوتي. نعم 1 لا 2، بإشارة ضوئية نعم 3 لا 4. إذا باش ندور في هذا المنعرج بأمان، نبه بالمنبه الصوتي نعم الإجابة رقم 1 لا الإجابة رقم 2، بإشارة ضوئية نعم الإجابة رقم 3 لا الإجابة رقم 4. إذا نمشيو الإجابة. إذا باش ندور في هذا المنعرج بأمان، واش نبه بالمنبه الصوتي؟ غنقول لهم لا. بإشارة ضوئية كذلك لا. جوج وربعة. علاش؟ لا واحد وربعة، اللي دار واحد وربعة واحد ثلاثة غلط غلط. الإجابة صحيحة جوج وربعة. أنا نشرح لكم على جوج وربعة. حنا ملي كنبغيو ندورو على المنعرج الفيراج كنديرو كلاكسون مثلا بالنهار خارج المدينة، بالليل كنضربو بالضوء. علاش؟ باش إذا جاب الله باش شي واحد اللي غيدور مع الفيراج كنعلمو بأنني كاين تما باش ما يجيش بسرعة ولا شي حاجة. ولكن هاد الطريق إلا لاحظتوه راه كاين واحد الخط في الليسر، شنو كتقول ليها؟ ملي كيكون عندي هاد الخط في الليسر فكنعرف بأن الطريق غير كدي. إذا لمن غنكلاكسوني أنا مادام أن هاد الطريق هادي غير كدي؟ إذا لمن غنكلاكسوني؟ إمتى كنكلاكسوني؟ ملي كتكون الطريق كدي هو كتجيب، ديك الساعة كنكلاكسوني على اللي جاي كنعلمو بانني كاين في الفيراج باش ما يجيش مكسير ولا شي حاجه. ولكن هنا كاين عندي خط متصل في الليسر، اذا ما معناه بان الطريق غير كدي. اذا ما كاينلاش نكلاكسوني انا، وما كاينلاش ندير اشاره ضوئيه. اذا الاجابه الصحيحه هي 2 و 4. مزيان الخوت مزيان. يمكن لي التوقف في وسط الطريق؟ نعم 1 لا 2. في جنب الطريق؟ نعم 3 لا 4. إذن يمكن لي التوقف في وسط الطريق؟ كنقول لهم لا، لانه وسط الطريق راه ممنوع التوقف. من شنو هو؟ كنجي غادي انا في القدرون وتوقفت. علاش؟ اذا من غير الا عندي شي اون بوان ولا شي حاجه. في جنب الطريق انا نقول لهم لا، اذا الطريق هي ممنوع اصلا. ولكن في جنب الطريق في جنب الطريق كذلك حتى هو ممنوع. علاش ممنوع؟ كاينه العلامه، هذه العلامه كتمنع التوقف. اذا ممنوع. اذا الاجابه الصحيحه رقم 2 و 4. اذا ممنوع على الطريق وممنوع على جنب الطريق. فوق الضبابة يلزمني نزيد من مسافة الأمان. الإجابة رقم 1 نقص من مسافة الأمان. الإجابة رقم 2 إذا مشو الإجابة.
اذا فوق الضبابة يلزمني نزيد من مسافة الامان عام. دائما في التحولات ديال الطقس دائما كتكون شتا الضبابة ولا هذا، خاصني نزيد من مسافة الامان، خاصني يعني نزيد نكثر من مسافة الامان. اذا الاجابة رقم واحد. فهاد الوضعية احسن ليا نشد اليمن نعم واحد لا جوج، نضبط مساحة الزجاج على السرعة الكبيرة، نعم ثلاثة لا أربعة. إذا مشو الإجابة، إذا في هذه الوضعية أحسن لي نشد اليمن، نعم كيخصني نزير اليمن خصوصا أنه جاي واحد الكاميون. نضبط مساحة الزجاج على السرعة الكبيرة كذلك نعم. بالنسبة للسرعة الكبيرة بحالاش؟ بالنسبة لهاد السالوت هذيك اللي كاينة في اليمن الإخوان ديال السيارة، ملي كتدخل الطوموبيل باش دوز السيركوي ستاسيون كراج وكذا وكذا، راه كتكون واحد السالوت في اليمن وحدة في اليسار، وحدة في اليسار كتحكم في الأضواء والسينيال، وهذه اللي في اليمن عندها علاقة بالسويكلاص، هذه عندها علاقة بالسويكلاص، فيها ثلاثة الدرجات. ملي كنهبط المرة الأولى السويكلاص يعني مساحة الزجاج كيمشي كيتعطل واحد شوية، ياك ملي كنزيد نهبط الدرجة الثانية كيسربي واحد شوية السويكلاص، ملي كنهبط الدرجة الثالثة كيسربي السويكلاص. امتى كندير الدرجة الثالثة؟ ملي كتكون الشتا كثيرة. إذا هنا نضبط مساحة الزجاج على السرعة الكبيرة اللي هي الدرجة الثالثة، نقول لهم نعم، خصوصا أنني غنتقابل مع الشاحنة، هاد الشاحنة غترشني بالماء، إذا غترشني ما غادي يبقى يبان ليا والو، إذا خاصني نضبط مساحة الزجاج على السرعة الكبيرة. إذا واحد وثلاثة. تناول المخدرات الخفيفة كيأثر على السياقة، نعم واحد لا جوج إرخاود. إذا غنقول لهم نعم المخدرات يعني بشتى أنواعها عند كتأثر على السياقة. إذا الإجابة رقم واحد. يمكن لي نتجاوز، نعم واحد لا جوج كذلك سهل. إذا واش يمكن لي نتجاوز، نعم واحد لا جوج. اذا يمكن لي نتجاوز، نقول لهم لا، خط متصل ممنوع نهائيا التجاوز، مباح. يمكن لي نتبع السير لقدام واحد، نغير الاتجاه اليمين جوج، نغير الاتجاه اليسار ثلاثه. اذا يمكن لي نتبع السير لقدام شي نيشان واحد، نغير الاتجاه اليمين ندور على اليمين جوج، نغير الاتجاه اليسار ندور على اليسار ثلاثة. شو الإجابة؟ إذا يمكن لي نتبع السير القدام؟ لا. إمتى يمكن لي نغير نتبع السير القدام؟ إلا جاب لك واحد السهم آخر يعني بحال هذا الشكل، ياك. ولكن هنا عندي جوج حوايج، أما ندور على اليمين ولا ندور على اليسار، لأن الأسهم عندهم جوج اختيارات اللي عندي هنا، أما ندور على اليمين ولا ندور على اليسار، والقدام راه بالأصل راه كاين علامة ديال انتيردي. إذا شوف شو ثلاثة. كتصبح السرعة محدودة في الحال إجابة رقم واحد، من بعد 150 متر إجابة رقم جوج، من بعد 50 متر إجابة رقم ثلاثة، حتى عند المدار الروند بوان إجابة رقم أربعة. إذا كتصبح السرعة محدودة من بعد 150 متر واحد، من بعد 50 متر زوج، حتى عند المدار ثلاثة. إذا مش الإجابة هنا كتصبح السرعة محدودة في الحال إجابة رقم واحد، لأن هادو هذه هي ديال السرعة، هادو كنطبقهم من العلامة، هادو ما فيهمش 50 ولا 150، فاش كنطبق القاعدة ديال 50 و 150 هما المثلثات. يكون قالوا لي مثلا غنوجد المدار في الحال ولا على بعد 150 ولا 50، ديك الساعة كنختار 50 لأنه داخل المدينة، لأن المثلث فيهم القاعدة ديال 50 و 150، ولكن هادو ديال تحديد السرعة والبلاك الاخرين من غير المثلثات كيخصني نطبقهم في الحال. اذا الاجابة رقم واحد. يمكن لي نتجاوز، نعم واحد لا جوج. اذا يمكن لي نتجاوز، نعم الاجابة رقم واحد،
لا الإجابة رقم جوج. إذا ماشي الإجابة، إذا يمكن لي نتجاوز نعم واحد لا جوج، كنقول لهم نعم ما عنديش حاجة اللي كتمنعني، ما كاين شي طوموبيلة بغات الدوبل قدامي، ما كاين حتى شي واحد خط متقطع، ما كاين شي علامة كتمنع، إذا راه مسموح التجاوز. يمكن لي نستعمل ضوء التقابل لمدة قصيرة نعم واحد لا جوج، إذا واش يمكن لي نستعمل ضوء التقابل لمدة قصيرة نعم واحد لا جوج. شو الإجابة؟ إذا يمكن لي نستعمل ضوء التقابل لمدة قصيرة نعم، ربما فيراج هذا غتكون جاية شي سيارة، إذا ملي غتكون جاية شي سيارة خصني نرد الأضواء التقابل، أنا حاليا غادي بأضواء الطريق الفار، إذا سولوني قالوا لي واش يمكن لي نستعمل ضوء التقابل لمدة قصيرة؟ أنا نقول لهم نعم، لأن ربما تكون جاية شي طوموبيلة خصني نرد الأضواء التقابل باش ما نهمش هاد السائق. إذا الإجابة رقم واحد. نكمل طريقي واحد نوقف جوج، اذا واش نكمل طريقي واحد ولا نوقف جوج؟ شو الاجابه؟ نكمل طريقي واحد ولا نوقف جوج؟ انا غنختار الاجابه رقم جوج. علاش؟ عندي هنا العلامه ديال الكبيره في الصغيره، ولكن حاليا ما غاديش نطبقها لان كاينين الضوء الا كان وقت ما عندي في الفيروج عندي ضوء احمر خصني نوقف، عندي خضر كندوز، صفر في جوج حوايج، الا كان هذا الصفر ثابت يعني ما كيتسنيش ما كيغمزش هنا كيخصني نوقف لانني غادي نعرف بان جاي خط جاي ضوء احمر مزيان، ولكن ملي كنلقى هذا الصفر كيسني كيتحرك هنا كنعرف بان الفيروج ما خدامش، ديك الساعه كنمشي على حساب كون كان هذا الفيروج هذا الضوء صفر كيسني ديك الساعه كنمشي على حساب البلاكه، ديك الساعه نقول لهم نكمل طريقي، ولكن هذا الضوء صفر راه واقف ما كيسنيش، اذا خاصني نوقف لانه غيجي ضوء احمر. اذا الاجابه رقم جوج. الترتيق اللي كيتسمع عند تبديل مستويات السرعه يمكن ينتج على السرعه في تحريك قباضه مبدل السرعه يعني لو فيتاس نعم واحد لا جوج؟ على الواصل إلى كان بالي نعم. الإجابة رقم ثلاثة على الإجابة رقم أربعة. ماشي مشكلة يا إخوان ماشي مشكلة، شوفوا الصورة دابا واش مزيانة واش كتبان مزيان دابا راه مزيان، غير بعض الأمور اللي ما كيبانوش الإخوان لأن إلا جاب الله زوميت ما غتولي الصورة فيها الضبابة عطوا لي فلو الى زوميت، هذا هو المشكل. اذا الترتيق اللي كيتسمع عند تبديل مستويات السرعه يمكن ينتج على السرعه في تحريك قبضة مبدل السرعه يعني لو فيت فيتاس، كنقول لهم نعم لان علاش الى جاب الله استربيت دويس الفيتاس قبل ما نزيد لومبرياج غنسمع واحد الترتيق يعني في البواط، تسمعوا لي واحد الطريق لانني ما كملتش لومبرياج، هذا هو السرعه في التحريك، اذا خاصني هو الاول نزيد لومبرياج عاد ندوز الفيتاس، اما الا جاب الله سربيت دوزت الفيتاس قبل ما نكمل لومبرياج غنسمع لي واحد الطريق. على الواصل الا كان بالي نعم كنقول لهم تادي كنقول لهم نعم، الا جاب الله كان الواصل لومبرياج بالي هنا اذا هادو راه تقريبا عندهم نفس الشيء. إذا واحد وثلاثة. لأن إذا كان الواصل بالي يعني ما كيكملش باقي لومبرياج، واخا كنورك على لومبرياج ما كيكملش يعني ما كنكملوش، ديك الساعة كتسمع الترتيق بحال ما دوزتوش مزيان. الكيس الواقي اللي كيتنفخ الإيرباك فوق الاصطدام كيغنيني يعني كيعفيني على استعمال حزام السلامة. بالنسبة للسائق نعم واحد لا جوج، بالنسبة للركاب نعم ثلاثة لا أربعة. مزيان، إذا الكيس الواقي اللي كيتنفخ فوق الاصطدام والإيرباك كيغنيني كيعفيني على استعمال حزام السلامة، بالنسبة للسائق نقول لهم لا، بالنسبة للركاب نقول لهم لا، لأن بالنسبة للإيرباك هو غير تكميلي، أما اللي واجب عليا هو حزام السلامة، إذا ما كيعفينيش إذا خصني ندير حزام السلامة ضروري، إذا جوج وربعة.
واجب عليا نقص من السرعه واحد، نحافظ على نفس السرعه جوج. هذا حتى هو سهل نجاوبو عليه. اذا هنا دائما كما كنقول لكم، مجرد كنشوف مثلث فكيخصني نقص من السرعه. غير كنشوف انا مثلث، ما كيهمنيش انا هادشي اللي مرسوم في الداخل ديالو، مثلث خصني نقص من السرعه ديالي. هي الاجابه رقم واحد. كنسوق بسرعه 50 كيلومتر في الساعه، واش يمكن ليا نكمل بنفس السرعه؟ نعم واحد لا جوج. اذا كنسوق بسرعه 50 كيلومتر في الساعه، واش يمكن ليا نكمل بنفس السرعه؟ نعم واحد لا جوج. اذا نمشيو للاجابه. كنسوق بسرعه 50 كيلومتر في الساعه، واش يمكن ليا نكمل بنفس السرعه؟ نقول لهم نعم. هنا كاين 40، تحديد السرعه في 40، ولكن لمن؟ للشاحنات. اذا الشاحنات الصغيره والكبيره هما اللي خاصهم يمشيو ب 40 كيلومتر في الساعه. اما بالنسبه لي انا كنسوق طوموبيله، ما تذكروش لي انا بانني كنسوق شاحنه صغيره. انا كنسوق حاليا طوموبيله غادي ب 50، ما عنديش مشكل نوصلها حتى ل 60. اللي خاصو السرعه ديالو تكون محدوده في 40 هما الشاحنات. اذا الاجابه رقم واحد. هاد العلامه كتلزم عليا ان نقص من السرعه واحد، نحافظ على نفس السرعه جوج، نوقف ثلاثه. اذا مشو الاجابه. هذه العلامه كتلزم عليا نقص من السرعه. نعم مثلث التنبيه والخطر كيكون علامه متقدمه سابقه الخطر اللي مرسوم فيها. اذا كنوصل مثلث خصني نقص من السرعه. مزيان نحافظ على نفس السرعه، لا نوقف ما كاينلاش نوقف. اذا الاجابه الرقم واحد. اذا نمشيو لاخر سؤال في هذا السيري. نقص من السرعه باش نسهل مرور السياره اللي جايه من اليمين. نعم واحد لا جوج. مازال نمشيو اخر سؤال. اذا نقص من السرعه باش نسهل مرور السياره اللي جايه من اليمين. نقول لهم لا. علاش؟ لان السياره اللي كاينه في اليمين ديالي عندها علامه. هاد العلامه شنو كتعني؟ كتعني اللي عنده هاد العلامه خاصو يوقف ويعطي الاسبقيه اليمين واليسر. انا كاين في اليسر ديال هاد السياره، اذا انا اللي خاصني ندوز، لان هي اللي خاصها توقف. كتعطي خاصها تعطي اليمين مثلا واليسر، اذا خاصها توقف ندوز انا الاول. اذا نقص من السرعه باش نسهل مرور السياره اللي جايه من اليمين. غنقول لهم لا، كون ما عندهاش العلامه نخليها، ولكن عندها علامه خاصها هي توقف. اذا الاخوان غنكونوا سالينا السيري ديال اليوم. اذا موعدنا نهار الجمعه ان شاء الله. غير كما قلنا الى جاب الله كاينه كونيكسيون راه مزيان، ما كايناش غنجربوا الواي فاي. الا كان داكشي مضبب فيه الضبابه وفيه العجاج راه غادي نصبروا حتى يوصل نهار 18 عاوتاني بما يطلقوا ليا الفورفي ونكملوا معكم. تنساليوا هذه السلسله ديال كل محا كلهم فيهم تقريبا شي 27 سيري اللي كاين، خصنا نكملوهم ان شاء الله. عاد ديك الساعه نشوفوا ما نديروا ديك الساعه. اذا تحياتي لكم الاخوان. بالنسبه لهذا اللايف هذا راه غتلقاو الاخوان اللي بغى يعاود اللايف راه غيلقاه في لاشين ديال اليوتيوب. اذا تحياتي لكم، شكرا لكم نتوما. اما حنا راه درنا الاخوان غير الواجب، ما كاين حتى مشكل. اذا حنا درنا غير الواجب الاخوان، وشكرا على المتابعه. راه ما سالش بان يجي واحد الشخص يكون يعني يتبعك ساعه ولا ساعه ونص، راه ما سالش. اذا خاصو يعطي من وقته. كنهضر عليكم نتوما، بالنسبه لي انا راه عندي هذا الامر عادي، لان ولفنا ما عندناش مشكل. اذا الله يسعد عليكم الاخوان، تحياتي لكم ومسيه سعيده. سيروا تعشاو ونعسوا، طلعوا لي في راسكم.